كلنا طالعين بقى احنا بنعلق البنات ونسيبهم والحاجات ديت لحد ما بيحصل موقف وربيع بيتوب وانا لا. واضح ان السحر اتقلب على الساحر، وشخصياتهم في الفيلم اللي قال عليها أسس كانت سبب في حدوث بعض المواقف بين زوجاتهم، وده اللي حصل مع محمد انور خلال لقائنا معاه. انا بص يا مراتي، مع اني لسه سايبها والله والله لسه سايبها. طب ثانيه واحده نوران، انا بسجل دلوقتي. ماشي، لا خلاص عشان ما ينفعش تهربوا اسر بيتنا. يلا سلام سلام سلام. استني ده بترن، ده استني ده بجد. طب انا اسف والله. ايوه انا مش سامعك في ايه، وليه؟ عشان انا بسجل والله قدام كاميرا دلوقتي وسامعينك. تخيلي بقى. يلا سلام سلام. مش مصدق. وعشان ادوارهم اللي استمرت معاهم في الواقع كان لازم نسالهم عن تحضيراتهم للفيلم. والله قعدنا سنه بنحضر فيه الحمد لله، وكل الفريق تعب جدا فيه، وان شاء الله الناس هتتبسط جدا. كل الكاست كله وكل الناس بصراحه دمها خفيف جدا، وناس يعني الكواليس كانت جميله جدا وبسطنا، واكيد ده ان شاء الله الناس هتلاحظه في الفيلم. اسمها مريم. طبعا التعاون ما بيني وما بين علي ده مش الاول، احنا اشتغلنا قبل كده مع بعض، بس اول تجربه سينمائيه مع بعض، وحقيقة انا مبسوطه جدا بالتجربه دي، ويا رب ان شاء الله الفيلم يبقى خفيف على قلب الناس. كان من احلى الحاجات، كانوا لذاذ قوي قوي قوي، ومبسوطه يعني بالتجربه دي، ويا رب تعجب الناس كده ونبقى خفاف على قلوبهم. ان انت صعب ان انت تضحك حد، فيا رب نبقى سهل كده ونكون سهلين على قلوب الناس. معلش يا باشا، احنا هنلغي الحجز النهارده، احنا اسفين. ليه بس كده؟ خطيبتي حامل. طب استني، طب هتقومك مصدق؟ والله مصدق موت مش هينفع. تدور احداث الفيلم في اطار كوميدي، وهي النوعيه الطاغيه على افلام موسم عيد الفطر، فهل تخوف ابطاله من المنافسه؟ والله بقول لك مفيش منافسه كبيره، هم 3 أو 4 افلام. بعد موسم رمضان ده لو انا في ايدي مثلا انا فاضي في العيد ممكن اخش الاربع افلام عادي، لان كلهم مش شبه بعض، فما تحسش ان بينهم منافسه قوي، يعني تحس ان هم بيكملوا بعض عادي. في العالم كله هي اصعب حاجه انك تضحك بني ادم. في 7 افلام نازلين، يا رب النجاح والتوفيق لكل الافلام اللي هيستمر هو اللي عمل، لكن في الاول وفي الاخر الناس كلها تعبت، محدش بيبقى عايز يعمل حاجه وحشه. بتبسط المنافسه جدا، كل ما كان في افلام قويه جدا في الموسم، كل ما كان الفيلم بتاعك لما ينجح يبقى النجاح ليه معنى. ايوه دكاتره و60 دكاتره. ايه ده؟ ده سمكه مصيبه. عوضوا الحفله. وبعيدا عن الفيلم كان لازم نسالهم شو جديدهم خلال الفتره القادمه. ان شاء الله في العيد الكبير في مستر اكس مع احمد فهمي، ان شاء الله برضو يعجب الناس. اللي عندي جديد ان شاء الله فيلم اولاد حريم كريم، ونص التاني مسلسل علي ربيع، نص التاني ان شاء الله اجازه. عندي اجازه شويه. عندي اجازه. لا اتمنى ان شاء الله، لو اكيد جات لي حاجه كويسه لا هعملها باذن الله ان شاء الله. عندنا في العيد الكبير ان شاء الله باذن الله فيلمين، عندي فيلم مستر اكس مع اخراج احمد عبد الوهاب، وفيلم البعبع امير كراره.